ده أبرز العناوين، لكن ضربة البداية كما تعودتم دائما مع مقالي ومقاله، المعلن والمخفي والكلام عن المستور في الكرة المصرية زي ما أشرت. بص، اليومين دول في حالة من اللغط الشديد جدا جدا في كل ما يتعلق بالكرة المصرية. الانتخابات، في انتخابات ولا لا؟ طب هو في نية إنها أصلا تتعمل انتخابات ولا لا؟ طب وعلى أي أساس، على أي نظام؟ هل الجامعات العمومية هيتم إعادة تكوينها ولا تشكيلها، وإمتى وإزاي؟ طيب نخش على الدوري بتاعنا، فجأة يطلع قرار إن أي فرقة عندها 5 كورونا ممكن نأجل لها. طب 5 كورونا دي مسألة سهلة، في مش بس في الدوري الممتاز، دي مسألة مؤكدة في دوري الدرجة الثانية والثالثة والدرجات الأقل. فماذا هيحدث فيها؟ هل عملية التأجيل مستمرة هيكون لها تأثير على استمرارية المسابقات ولا لا؟ وفي حال تأثيرها هل هتتحسب الدنيا ازاي؟ كثير من الأسئلة يا أستاذ إبراهيم، خاصة ان بعد ما حدث، وهدي نقطة هنتكلم فيها، للمنتخب الشباب وكورونا، حقيقة المسابقة كلها اتلغت، بس في لغط كثير جدا، والاتحاد الافريقي كوتوكو والهلال راح كوتوكو يلعب، قالوا له عندك 11 حاله ما عايز تلعب يلعب، قال لهم لا مش لاعب. الله، ده عكس اللي اتعمل مع منتخبنا، كان عندنا 13 لعيب قالوا له لا ما ينفعش، لازم يبقوا 14. ودي حاجه غريبه، انت قانون الكره يا استاذ ابراهيم انك انت ما تلغيش مباراة إلا إذا كان عدد الفريق أقل من 7 في الملعب. طب أنت مالك إن أنا أبتدي ب 11 وأكمل بيهم ولا؟ مش هغير. وحتى لو أنا سير المباراة وصلني 7، ما هتوصلني بقى للنتيجة اللي أنت ابتديت بيها، هتعتبرني مغلوب. فهي كلها ما أنتش فاهم إيه المعلن وإيه المستور والنوايا من وراء الكلام ده إيه. فيعني أنا حطيت بقى همومي وتساؤلاتي أمام حضرتك عشان نناقش هذا الأمر. طيب ببساطة شديدة جدا، اللجنة الخماسية، لجنة الأستاذ عمرو الجنايني، خدت على عاتقها ضرورة تنفيذ توجهات الدولة في إكمال مسابقة الدوري في كل درجاتها، وكانت مصر من الدول القليلة جدا اللي تحدت الظروف الصعبة مع كورونا واستكملت نشاطها الرياضي أو استكملت مسابقات الدوري في كل درجاتها، وثبت صحة هذا القرار، وده كانت له ثمار إيجابية جدا على الأهلي والزمالك وعلى البيراميدز وعلى حتى الإسماعيلي والتأهل، والكل استفاد والمنتخبات استفادت والمنتخب اللي لهم بتأهل إلى طوكيو. إذن كانت الفايدة عامة، وكله سقف لعمر الجنين ولجنته، مش عمر الجنين ولجنته، والفيفا خفض مستوى التمثيل الإداري في اتحاد الكرة للجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد. كويس، فجأة لقينا برضو في نفس الاتجاه الإيجابي اللجنة الثلاثية بتقول يا جماعة هنزود عدد المقيدين في قائمة كل نادي ل35، يعني خد 5 إضافة وليك 3 ويتنج ليست، 3 على قائمة الانتظار. كل ده ليه؟ علشان نساعد الأندية في مواجهة ظروف كورونا واحتمال الإصابات، فبالتالي يبقى ما عندكش حجة ان انت تأجل. وكان الكلام على ان الدوري مضغوط والجدول اللي محطوط مباراة كل 3-4 ايام والناس استحملت. امبارح طلع قرار يكشف عن جزء من المستور او المخفي تحت السطح، اللي ربما يبين شيء من علامات النوايا شوية تجاه المسابقة تجاه الدوري، انه فجأة يتقال يا باشمهندس اي فرقة فيها 5 حالات كورونا في اي درجة من درجات المسابقة، يعني الدرجة الثالثة الرابعة الثانية للدوري الممتاز، من حق صاحب الملعب يطلب من لجنة المسابقات او ادارة المسابقات تأجيل المباراة. احنا كده فتحنا الباب. طب افرض من الفريق ازاي؟ هي اي فريق عنده مباراة عنده 5 حالات كورونا مباراته تتأجل. طب ما انتوا لسه قايلين لنا ان انتوا سجلتوا 35 عشان تواجهوا الكورونا، كمان انتوا لسه قايلين لنا الجدول مضغوط فهنلعب كل 3-4 ايام فاستحملونا. طب ليه بقى اعمل ارباك في تقديري متعمد للجداول؟ ازاي ابدا من دلوقتي اقول انه اي 5 حالات هتأجل؟ اصل دي سهله جدا، 5 حالات دي سهله جدا. المقاولين كان عنده 11 لاعب ولعب. الاتحاد الافريقي بالمناسبه، النقطه اللي اشار ليها المهندس عادل، الاتحاد الافريقي لما فتح القيد في بطولات الانديه قال لك 40 لاعب،
وهتلعب ان شاء الله يكون عندك 26 كورونا، 26 يعني وصلها ل 14، ما دام في 14 لاعب سليم هتلعب المباراه. مش فاهم ليه؟ انا على رايك انا هلعب بال 11. القانون بيقول لك يبقى في 7 على الاقل في الملعب. هل اعتبارات انسانيه ان مش هو مش هيكون انسانيه انك تعتبرني مغلوب وتضيع عليها مصروفات وتقضي على حلم جيل بحاله انه ينافس؟ بس هو في النهايه قال لك معاك ست، لو عندك 26 اصابه ايجابيه هتلعب. احنا هنا فجاه الدوري المصري امبارح اتحاد الكره بيعلن عن او بيلوح لنا بالخمسه، انك انت لو في 5 حالات اطلب واجل. وهنرجع نقول الجدول، والجدول مضغوط ومفيش وقت. طب لو ما طلبش وسنه الاولمبياد، لو انا عندي 5 وما طلبتش اجل؟ لا، ما هو في حد مش هيطلب ياجل؟ لا في خلاص يلعب، في حد يلعب يلعب. طبعا بس هو الهدف ايه اصلا يعني؟ ما هو الهدف ايه؟ دي هي بقى ايه النوايا، ايه الهدف من هذا الموضوع؟ ما حدش بيشرح لك يعني. هو كل قرار يمكن قبوله او رده على بناء، وبعدين بناء على انك تشرح المغزى من القرار. اشرح لي المغزى اذا كان منطقي، كلنا لازم نقتنع يعني. انما هو في القسم الثاني والثالث هيفتح الجدل ان احنا ناجل بقى بالجمله، وان احنا كمان اسبوعين ثلاثه ونقول يا جماعه مش هنقدر نكمل. طب افرض ان القسم الثاني والثالث ظهرت فيه المشاكل دي والدوري الممتاز ما ظهرتش فيه، ماذا سيكون تاثير الغاء مسابقات القسم الثاني مثلا على شكل الدوري والجدول الموسم المقبل؟ القرار اتنفذ النهارده، البلديه وكفر الشيخ بيلعبوا، 7 حالات في البلديه اجل. بدانا ننفذ. انا عايز اقول ايه؟ طب افرض ان انت انتظمت في الدوري الممتاز، بس المشكله في الدرجه الثانيه هتاثر عليك فوق. واجلت في الدوري الممتاز لانتاج وسموح. يا استاذ ابراهيم خلي بالك انا قصدي ايه؟ انت ماشي زي الفل بقى في الدوري الممتاز، لكن اجلت لغيت الدرجه الثانيه، فانت اثرت على الهبوط والصعود. هتعمل ايه في المسابقه؟ يعني هي الامور متصله ببعض الى درجه لا يمكن فض الاشتباك الا برؤيه واضحه من النهارده تتقال. مش كده ولا ايه؟ يعني هي دلوقتي صناعه الازمه بقى. صناعه الازمه عشان كله يتكلم ساعتها وتبص تلاقينا مضطرين نفصل الحل. يعني احنا ليه واحنا بنحط القرار في حاله ما اذا يحدث كذا، في حاله ما اذا يحدث كذا، يبقى خلاص مش محتاجين نرغي ونقول دي معموله عشان فلان. يعني عايز اقول لك على حاجه، هو انا لما اجي اقول الخمسه هاجل، طب هو الخمسه دول ما هو ممكن مش هيخفوا بين يوم وليله، ربنا يشفي الجميع وربنا يحفظنا كلنا، بس فيما لو استمروا. يعني انت لو السبع حالات اللي في البلديه، بص يا استاذ ابراهيم، الخمسه دول هيخفوا هيخش غيرهم. ايوه انت في دايليما. طب هو انت خمسه على رايك من قائمه 35، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ولسه عندك قطاع الناشئين تاخد منه اللي انت عايزه. بالظبط بالظبط. يعني ايه المشكله؟ حتى كنا بنتناقش، طب الخمسه دول انت قلت لو منهم 3 حراس مرمى، مش هو قال لك اي فرقه يصاب منها حارسين اكتر من حارسين مرمى تقدر تتاجل؟ طب وانت قائمتك متحدد فيها حراس المرمى؟ ما انت عندك حراس ناشئين. يعني قانونا انت ما بتتكلمش على تحديد مركز. وانت بتدير عايز توصل لايه؟ هو ده ساعه ما تعرف، هو ده السؤال، ساعه ما تعرف انت عايز توصل لايه هتحط النظام اللي يوصلك. ايوه. هل ده انت ابتديت تحط النظام اللي يوصلك للالغاء؟ للالغاء. يعني طب. الخوف ان احنا عارف دي هتاخدنا بقى بندفع لالغاء الدوري. طب الغاء الدوري دي معناها ايه؟ ان احنا هنطبق اللائحه اللي اتقالت. اللائحه بتقول ايه؟ يحتسب المشاركات الافريقيه وبطل الدوري طبقا لترتيب الجدول لحظه الالغاء. يعني النهارده انت لو لغيت يبقى المشاركه. هو انت لو لغيت ومفيش عدد مباريات متكافئ، بمعنى لازم يكون، هو بيقول لك لو كان لعبوا 17 مباراه، يعني اللائحه تطبق لو اتلعب دور. طب ما تلعبش دور، لما تلعبش دور مش هتحسب حاجه وترجع بقى للسنه اللي قبليها. هل ده في صالح الكره المصريه؟ هل هذا المخفي او غير المعلن او الكلام اللي تحت السطح مخفي دي او ازمه النوايا، هل ده في صالح الكره المصريه؟ كان زمان واحنا في البلد امشي يا مخفي، امشي يا مخفي. طب هل المخفي ده في صالح مستقبل الكره في مصر؟ وهيتقال اصل احنا في سنه الاولمبياد وفي سنه اعداد المنتخب وسنه مش فايته وحاجات كتيره هنسمع على شماعات
تدفعنا لقبول القرار اللي هيدمر الكوره واللي هياخرنا كتير. احنا اذا كنا فعلا حيينا الاستاذ عمرو الجنايني ولجنته على الحفاظ على الدوري وعودته، فلابد ان احنا نقول للمهندس احمد مجاهد ولجنته الثلاثيه الحفاظ على الدوري وعلى المسابقات بغض النظر مين اللي يهبط في الاخر ومين اللي يقعد ومين في انديه الاقاليم يشتكي ومين ما يشتكيش، كل دي التفاصيل لا تعني احدا. المفترض ان احنا هدفنا الاساسي ازاي نقدر نحافظ على المسابقه بكل حقوقها، ويكسب اللي يكسب ويخسر اللي يخسر ويصعد من يصعد ويهبط من يهبط، بس في النهايه نحافظ على مسابقه. غير معقوله ابدا بعد ما تحدينا الظروف الصعبه السنه اللي فاتت نسهل شماعات الالغاء السنه دي، وانا بقول لكم ما يحدث هو تسهيل لشماعات الالغاء بشكل واضح وصريح. رغم ان احنا ابتدينا برضو بالاحتفاء بالقرارات اللي خدها الاستاذ احمد مجاهد تسهيلا وتاكيدا على رغبته في استمرار المسابقه، بالظبط انه بيدي اعداد اضافيه، بيحط قائمه انتظار وبيحل مشاكل. لكن النهارده القرار ده فجاه كده الوسط الكروي يفاجئ بيه يا جماعه، لكن مش عارفين ما الهدف منه. يعني في الاخر هي متسابه كده على الله ولا يعني ادراكا ان ده امر سهل جدا انك توصل للخمسه دول بمنتهى البساطه؟ يعني ده اي بيت فيه خمسه، يعني مش اي فرق، اي بيت فيه خمسه، ربنا يحفظ الجميع. طيب